السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحلى الكلام إلا بذكر الواحد الديان، ولا يحلى القول إلا بذكر محمد الرسول. إيه الصفة اللي شغالة على اليوتيوب النهاردة علشان الناس تتشهد؟ يا إما تمشي ورا ركاب الباطل ضد الحق، يا إما تطلع تشتم في الناس. هو ده يمكن النقطتين أو الطريقتين الصح اللي الناس بتمشي فيهم النهاردة، يا إما تطلع تتهكم أو تنهش في عرض حد، يا إما تطلع تكذب على الناس وتركب مراكب الضلال ضد مراكب الحق. ده اللي ماشي النهارده في قضيه نيره اشرف. لكن النهارده يمكن على من خلال البحث على بعض الفيديوهات، والنهارده الدنيا كلها مقلوبه على نيره اشرف عبد القادر بنت مدينه ومركز المحله. احنا قلنا يا جماعه قبل كده نيره لها ما لها وعليها ما عليا. ولو هنحاسب نيره يا عم الكاشف، انت ابو كشافات اللي احنا طلعنا عليه وقلنا عمرو بقمع، وسواء ام شنب ولا ابو شنب. النهارده لو عايزين تحاسبوا المجتمع او فئه نيره، روحوا حاسبوا الممثلين والفنانات، ويمكن بقى الناس اللي في الشاليهات وفي الساحل الشمالي والمغنيين والحاجات دي كلها. ما انت مش هتقيم مجتمع ولا تعدله من شخص واحد. وبعدين دي ست توفت، يعني هي دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل. ايه الهراءات اللي انتوا طالعين تتكلموا بيها النهارده، والاكاذيب اللي طالعين تتكلموا النهارده على البنت؟ قلنا بدل المره مليون مره نيره يمكن مطلق الحريه اللي اخذته من ابوها وامها، وهم حاسبوا على غلطتهم. عاوزينكم تفهموا بقى، يعني البنت اخطات ويمكن شايفه ان مستقبلها غير الروتين اللي اغلب البنات ماشيه عليه، يمكن اتطلعت لمستقبل اكبر او خدت طريق منحرف شويه من خلال اللبس. واحنا مؤمنين وما نقدرش ننكر ان نيره كانت صفاتها غير سويه. ده انا بعترف لحضراتكم من خلال الفيديوهات ومن خلال الصور، ويمكن احنا عندنا درايه بتركيب الفيتوسيشن وتركيب الفيديوهات والحاجات دي كلها. بس احنا بنأكد لحضراتكم ان نيرة ما كانتش يعني هي مثال للبنت المؤمنة او المسلمة او المصرية اللي بتلتزم بالعادات والتقاليد والعرف اللي احنا متربيين عليه. لكن هي توفت، انما طالعين النهاردة تقولوا ان في اتنين محمد عادل وفي اتنين آلة حادة واستخدمت في الواقعة، وتقولوا كمان ان في كاميرات كانت مثبتة على سور الحرم الجامعة، وفي عصابة. يعني هم وصلوا لنا ايه بقى يا جماعة؟ ان كانت في عصابة مجهزة الواقعة دي. يعني نيرة كانت انضمت لمجموعة من عبدة الشيطان في مرسى علم ولا مش عارف في الساحل الشمالي، وبدأت تعرف اخبار عنهم وبدأت انها تتكلم، وجابت من خلال بقى يعني يمكن فضفضة بتاعتها مع احدى صديقاتها في المجموعة اللي هي عبدة الشيطان، جابت سيرة محمد عادل. فهم ايه خططوا ورتبوا ويمكن جهزوا اعمالهم كلها، وقالوا ان احنا خلاص نوقع محمد عادل في نيرة اشرف ونعمل الهليلة اللي هي اتعملت دي. وبدأوا يفصصوا بقى شوية بتشيرت اصفر، وشوية كارت مومري، وشوية شقة القاهرة او التجمع، وشوية الحقيبة بتاعتها فيها ايه، وشوية الراجل اللي شالها وجرى بقى ده من العصابة. قالوا ان الراجل اللي شالها وجرى من العصابة، والمفروض ان اي حد بيدخل باي جثمان او باي حالة اثر حادث ولا حاجة بيتم التحفظ عليه لحد ما يتم التحقيق معاه. قالوا ان نيرة قايمه حيه، قايمه ما توفتش من اثر الضرب بتاع محمد عادل. والمصيبه الكبيره كمان مأمأ طالع يقول ان نيرة ما خدتش غير طعنتين بس من محمد عادل، ومش محمد عادل اللي موت نيرة. وبعدين النهارده ام شنب طالعه تقول، ويعني يمكن قبل كده اتكلمت في تعدد الزوجات عشان تركب على الترند او تركب على السوشيال ميديا، ويبقى دي سيده لها راي معلوم والناس تجري وراها وتتهافت عليها باللايكات والفولورز والقصص دي كلها. طلع عمرو مأمأ، يعني بيفكرنا ايام فرعون، ايام فرعون والمصريين. بس احنا النهارده مش هنبقى زي زمان يا مأمأ افندي. النهارده انا هطلع وهرد وشوف انا هحطمك بالظبط، لان اللي انت بتقوله لا يرضي رب ولا يرضي شرع ولا يرضي دين. اهلها قصروا معاها. يمكن احنا عندنا اولاد وبنشوف ولد من اولادنا دماغه ناشفه شويه، بنشوف ولد من اولاد الجيران يمكن بيتطاول على الاب والام وبيفقد السيطره على التربيه. وده اللي حصل بالظبط، فقدان السيطره على التربيه الاجتماعيه في قضيه سلمى بهجت واسلام فتحي. يمكن ابوها ابو اسلام طلع وقال ان الولد ده لما جه بالوشم وانا ضربته وكتفته ورحنا للعياده اللي هو عمل فيها الوشم ده، قالوا لا صعب انه يطلع. ده كله يمكن الاعلام ما عليهوش رقابه، عشان نكون يعني منصفين في حديثنا، الاعلام ما عندوش رقابه. مين
ما اللي يطلع يتكلم النهارده ويطعن في عرض البنت ويقول لك الجثمان كمان مش في المقبره، يا ده كمان يا سلام، ويقول لك الجثمان مش اللي اتصلى عليه وطلعوا النهارده الجثمان بتاعنا يرى اشرف انه جثمان حد تاني اللي اتصلى عليه وتم تبديله، وعرضه الشيطان راحت بعد ما تم دفن الجثمان في مقبره نيارة اشرف بمدينه المحله الكبرى وتم سرقه الجثمان. يعني احنا بيحسسونا ان السلطات المصريه او المعنيه في هذا الامر، ان كان طب شرع، ان كان مباحث، ان كان تحريات، ان كان وزاره الداخليه، ان الناس دي كلها لابسه نظارات، الناس دي كفيفه، المفروض الشخص ده يعاقب، المفروض يجي من قفاه ويعرف ان الله حق، لانه يمكن ما طعنش بس في اهل نيره، ده طعن في الطب الشرعي وطعن في المستشفيات وطعن في النيابه العامه وطعن كمان في المحكمه. مش هو اللي طلع وقال ان حكم المستشار ايهاب المري غير عادل وان الحكم فيه عوار؟ يعني الراجل ده مش سايب اي حاجه في الدوله الا لما بيطعن فيها وبينهش فيها، سواء محكمه قضائيه، سواء طب شرعي، سواء مستشفيات، سواء عربيه اسعاف، سواء الناس اللي كانت واقفه قصد او حال صلاه الجنازه ودفن ده كل ده مترتب من عيل اسمه الكاشف علشان يطلع ينهش في عرض. فين الدوله؟ فين المؤسسات؟ المفروض يتم ضبطه واحضار هذا الشخص ويتم محاسبته. يقول لك انا احلف على المصحف واتحدى اي حد ان انا اروح افتح مقبر قبر نيرة اشرف واطلعه منه ومش هتطلع هنا، ده مخده. مخده ايه يا عم اللي انت طالع تتكلم فيها؟ فان شاء الله يمكن ده فيديو على السريع كده للرد على يمكن البزقات اللي بتطرى على السوشيال ميديا جراء واقعه نيرة اشرف طلبت فتاه المنصوره وجامعه المنصوره. لكن ان شاء الله يكون بس الليله ان شاء الله عن الحاجات دي كلها. حبيت ان انا ادي لكم فكره مبسطه كده وتوضيح لما يصار على السوشيال ميديا، وقعدوا يقولوا ان الراجل اللي شالها وماشي بالعربيه خبط دماغها، خصيصا خبط دماغها لانه كان حاسس ان فيها الروح وهو ماشي في العربيه، خبط دماغها علشان تتوفى، وكانت واصله المستشفى فيها الروح وكانت واخده طعنتين بس من محمد عادل، وان كان متواجد في يمكن حرم الواقع اتنين محمد عادل واتنين تيشيرت اصفر واتنين بابا غنوج واتنين فلفل واتنين طعميه. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت مفيش حد عارف يوقفك ولا حد عارف يرد عليك، يعني انت بتثبت لنا بقى يعني بدايات المصريين القدماء ايام عاصف فرعون فاستخف قومهم فقطعوه، احنا يا عم مش فراعنه وانت مش هتقدر تستخف عقولنا، وطالع النهارده كل شويه تتنطط وكل شويه بهدوره ومش بهدوره. استلقى وعدك يا باشا النهارده باذن الله على قناه الساعه 10 مساء النهارده الرد القوي ويمكن الرد الجمع على هذه البزقات اللي بتثار على السوشيال ميديا في قضيه البنت يمكن الضحيه، يمكن انتهى نهش عرضها نيرة اشرف قبل في حال الواقعه وبعد الواقعه من تسريح الفيديوهات على السوشيال ميديا، وفرحان بقى الفيديو يجيب عنده 15,000 مشاهده، فرحان بقى فرحان يعني. وبعدين يقول لك انا ما يعني انا بقيت اشهر واحد في مصر، كل ما حد يقابلني انت عمرو مأمأ، انت عمرو فقفق. فان شاء الله النهارده هرد على عمرو مأمأ ان شاء الله في بس اليوم. وفي خبر سريع كده في نهايه الحلقه، يمكن طلع احمد حمد محامي محمد عادل، والنهارده يمكن نقدر نقول عليه علامات الفشل في قضية محمد عادل، لأن النقد زي ما أشار للمحترم خالد عبد الرحمن أنه فاشل من الدرجة الأولى ويقبل بالرفض بإذن الله. والفرحة الكبيرة مش في الهراءات اللي بتطلع على السوشيال ميديا ومأمأ قال وبقبق قال وطعمية قالت، لكن الفرحة إن شاء الله يوم رفض النقد المقدم من الأستاذ فريد الديب، واتكلمنا على قصة وحكاية فريد الديب قبل كده، لكن احنا هنطلع بالرد على الفيديوهات اللي بتصار على السوشيال ميديا. وزي ما يمكن بالامس طلعنا فيديو واكدنا مع ان انا مش متضامن مع احمد حمد محامي محمد عادل، لكن طلع عليه اشاعه، طلعت انا كدبتها، الناس قالت انه هو تم القبض عليه، ولكن احنا طلعنا واكدنا ان احمد حمد كان طالع او داخل اسم الشرطه علشان يقدم بلاغ من ضمن القنوات او في شخص ما الله اعلم هو مين، لكن احنا وضحنا الحقيقه. فاحنا هنطلع نطرح وهنرد على اكاذيبهم وهنرد على كل حاجه بتثار على السوشيال ميديا في كنف البنت الله يرحمها نيرة اشرف، واكدنا بدل مره مليون مره نيرة اشرف احنا مش هي البنت اللي احنا يعني بنتمناها انها تكون موجوده في مجتمعنا، يمكن لها تطلع خاص ليها زي بقيه الفنانين والممثلات والممثلين. وبعدين لما تيجوا تبصوا على اصل الممثلين والممثلات يا جماعه، ما تولدوش ممثلين وممثلات، لان الفن هو اللي بيزرع الحاجات دي في وسط المجتمع المصري. يمكن اسلام
اسلام بهجت اللي هو طالب جامعه الزقازيق من خلال الوشم والحاجات دي. ما تيجوا نرجع لورا كده، نشغل الذاكره او نرجع الذاكره، نشوف احمد الفيشاوي. ما هو ده واحد بيطبق على حاجه. احمد الفيشاوي يمكن نقابه المهن التمثيليه ما اتخذتش قرار ضده في حكايه الوشومات والطقوس والعاد والحاجات اللي محطوطه على جسمه ده، فخلاص هو ده بيكون نبراس لولد زي اسلام فتحي يعمل زيه، وهيطلع غير اسلام فتحي انه يعمل زي احمد الفيشاوي. وهلوم جره نيره خلاها هي تطلعت لمستقبل مختلف عن العادات والتقاليد. طب تعالى ما تتكلم على الفنانات اللي بتعمل اسخم واكبر من افعال